بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه نتوكل. درس اليوم صعب علي أنا أكثر من أنه صعب عليك أنت، تمام؟ عدت الدرس بصراحة أكثر مرة من ليت وأنا أحاول أني أبسط الفكرة، إن شاء الله هذه آخر إعادة وآخر شيء يصير. درس اليوم شو أسوي اليوم؟ فكرة كيف تسوي باك أب، أوكي، نسخة احتياطية أو كلون، أوكي، من نظامك الحالي. يعني نظامك الحالي أنت ثبت في برامج وإلى آخره، حاب تأخذ نفس النظام هذا بالمستخدمين بكل حاجة نفسه، تنسخه يكون نسخة احتياطية لك، أو أنك تنسخه من جهازك إلى جهاز ثاني تعطيه إياه في مكان ثاني، أوكي. متطلبات اليوم: أولا لازم تكون تعرف تثبت توزيعات، يعني إذا أنت جديد جدا جدا ما تقدر تسوي شيء، هذا أول متطلب، أنك تكون تعرف تثبت توزيعه. المتطلب الثاني: تفهم إيش معنى لايف سي دي، أوكي، لازم يكون عندك لايف سي دي، يعني إذا بتطبق العملية هذه بدون لايف سي دي ما بتشتغل، أوكي، خاصة إذا كان نظام حي. الشيء الثالث: لازم تعرف كيف تسوي أقراص صلبة وكيف تتعامل مع القرص الصلب، موجود تحت شرح، ما عندي استعداد إني أعيد الشرح هذا، أوكي. طيب الشرح تحت المفصل كيف تفهم القرص الصلب بشكل عام. اليوم ممكن نتكلم بأشياء ما راح تفهمها، لكن لما تشوف الفيديو تحت أكيد راح تفهمها إذا كنت ما تدري وش هي. طبعا إذا كنت تستخدم جنو لينكس فترة يعني كم شهر ما راح تواجه مشاكل. إذا كنت جديد لازم تشوف الرابط اللي تحت، رجائي الخاص لا أحد يسأل أي سؤال وأنا شارحه تحت، علشان درس اليوم أحب أن يكون خفيف يخلص بسرعة. طيب طريقة النسخ بطريقتين. الطريقة الأولى DD command، أوكي، DD command هذه يتطلب أنه يكون القرص الصلب عندك غير نشط. يعني أنا أكلمكم بتوزيع الدبيان، وعندي بنفس القرص الصلب توزيع اسمه سيمبلس، تمام. بالنسبة لتوزيع الدبيان الآن لو جيت أسوي له DD ممكن أواجه مشاكل، ليش؟ أن توزيع نشطة تشتغل، لكن سيمبلس طافية، القرص حقه أنا معطل مو بيشتغل، أوكي، اللي هو البارتيشن هذا، فممكن اني انسخ هذه بسهوله، اوكي. ممكن انك تسوي نسخ للتوزيع الناشط عن طريق اللايف سي دي، تجيب اي توزيع فيها لايف، يعني مثلا اذا كنت مدرس حاسب الي، مدرسين حاسب الالي حاليا مطلوب منهم يثبتون توزيع عجوبه على الاجهزه، فانت علشان مثلا تقدر تسوي العمليه هذه لازم انك تجيب عجوبه لايف سي دي، اوكي، ثم تقلع. طبعا الاقلاع من لايف سي دي راح يعطيك نظام تقدر تتعامل معه. طيب المتطلب الاخير اللي لازم تعرفه هو يكون عندك برنامج جي بارتد علشان تقدر انك تسوي اقراص. طيب خلونا نبدا درسنا ونشوف ايش راح نسوي اليوم. اوكي الان ايش راح اسوي؟ الان راح انسخ نظام تشغيل مثبت عندي على الهارد ديسك، النظام هذا غير نشط يعني ما استخدمه، الى قرص صلب خارجي. اوكي اول شيء راح يكون عندك برنامج جي بارتد. طبعا الجي بارتد برنامج كبير جدا تكلمت عنه تحت كيف تنشئ قرص تحت بالقراص، لذلك ما راح اعلمك كيف تسوي قرص صلب او كيف تسوي جزء، لكن لازم تعرفوا انه الجزء اللي راح تسويه لازم يكون نظام ملفاته XT4 او 3 XT4 احسن لنظام الملفات الخاص بجنو لينكس. طيب ايش راح تسوي الحين؟ راح تكتب LS block بالشكل هذا. هذا الامر راح يعطيك الاقراص اللي عندك، زي ما شايف عندي SDA1 اللي هو القرص الداخلي، SDB اللي هو الخارجي هذا، اوكي. هذا الخارجي الان راح اثبت عليه نسخه من نظامي الداخلي، اوكي، يعني نظام الداخلي هذا راح اسحبه وادخله هنا. طبعا اتكلم عن النظام الغير نشط. طيب النظام النشط انا هذا اللي استخدمه ديبيان، كيف اقدر اسوي؟ اني اجيب لايف سي دي، اوكي، مثلا ابونتو او لينكس مينت او اي شيء، وادخل كلايف واسوي اللي ابي، لكن طالما انه متصل راح تواجه مشاكل ممكن ما تضبط معك الفكره هذه، اوكي، لازم يكون نظام غير نشط. طيب ابغى اصحح القرص اساسا نفس البارتيشن هذا لازم تكون مفصوله عشان تقدر تتعامل معه بطريقه صحيحه. طيب اوكي انا عندي نظام موجود هنا على SDA2، اوكي، راح انسخه الى SDB2. طبعا انا اساسا ناسخه مجهزه على SDA او عفوا على SDB1، اوكي، لكن عشان الدرس، اوكي. طيب راح انسخ هذا الى هنا. طيب انا عشان افرمت هذا اللي هو SDB2، اوكي، اتاكد انه فاضي ما في شيء عشان ما يصير عندي مشاكل، اكتب سودو mkfs.ext4 تمام على dev SDB2 هو ايه SDB2، انتر، حاط الباسورد. الان راح يفرمت لي اللي هو الجزء الثاني من القرص الصلب عشان اتاكد انه ما في حاجه، سليم، اوكي، ويكون نظام ملفاته EXT4. طيب الان خلصنا، ايش راح تسوي؟ راح تكتب الامر التالي، وين موجود النظام؟ موجود على SDA2، اوكي، راح اكتب DD، اوكي، F يساوي dev SDA2، هذا النظام. وين راح تنقله؟ كيف راح تسوي الكلون؟ اوف يساوي dev sdb1، صح؟ تو 1 انا مثبت عليه واحده، اوكي. الان نكتب انتر، خلاص الحين راح تسوي انتر، لكن علشان انك يعني تسهل الموضوع او انك تتاكد انه نفس الشيء اكتب bs يساوي 4096
اكتب مثلا conf تمام يساوي no error. No error. اوكي الان اضغط انتر علشان تشوف البروسيس الخاص بالDD command. ما راح تشوف شيء, ما ادري ايش قاعد يصير, انت ممكن يتاخر قوه, ممكن يكون معلق ما تدري. علشان تشوف ايش قاعد يصير افتح طرفيه ثانيه تمام, ممكن تفتحها باي طريقه اوكي, واكتب فيها اللي هو p grep ناقص l, ثم حط علامه تنصيص واحده واكتب شيفت مع 6 عشان تعطيك العلامه هذه. اكتب هنا dd وبعدين حط علامه الدولار وبعدين حط اللي هي علامه تنصيص واحده انتر, راح يعطيك رقم. قلنا لله اوكي, وين راح الرقم؟ الرقم هذا انسخه كما هو اوكي. ثم اكتب sudo watch ناقص n, اكتب عدد الثواني للتحديث 5 ثواني, وبعدين اكتب هنا kill اوكي user. طبعا لاحظ انه لازم يكون حروف كابيتال user 1, هم نحط الرقم هنا واضغط انتر, حط الباسورد. الان ما راح تشوف حاجه هنا, راح تشوفها وين؟ تشوفها هنا موجوده. لاحظ الديدي كوماند الحين راح يبدا يسوي لي اوتبوت كل 5 ثواني. لاحظ انه بدا ينسخ, زاد صار 2 اوكي, يلا صار 2.1, انتهينا من النسخ اوكي. طبعا انا مجهز النسخه لذلك مجهزين احنا, ما عندنا مشاكل. اذا انتهى النسخ عندك مره نهائيا تمام, عليك تسوي التالي, تكتب sudo mount القرص اللي انت نسخت عليه النظام وينه, div sdb 1 اوكي. انا عندي 1 زين, وين راح اوصله؟ طبعا قبل ما انك توصله خلونا ننشئ مجلدات للتوصيل اوكي. راح ننشئ مجلد جديد اسمه, طبعا عشان توصل لازم يكون عندك مجلد جاهز. اكتب make dir اللي هو make directory وين حاب توصله. طبعا انا بالهوم عندي, راح احط العلامه هذه ثم احط علامه سلاش ثم اكتب هنا مثلا sdb 1 اوكي. sdb 1 هذا اللي جاهز, انا نسخت على sdb 2 صح, لكن مجهز sdb 1 تمام. وراح اسوي واحد ثاني اسمه sda 2 ماشي ماشي. راح اسوي sudo mount div sda 2 على sda 2 هذا انتر اوكي. راح اغير هذا الى sdb وهذا الى sdb علشان اللي انا سويته قبل شوي اوكي. يقول لك does not exist mount point اوكي sdb 1, ما زلت مخربط انا. طيب الان وصلت, يقول لك wrong type partition من تنقى ايه صح 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 هذا واحد. طيب الان انا جاهز اني اسوي الشغلات هذه, اني وصلت القرصين ماشي, وصلت sdb sda 1 اللي هو موجود فيه النظام اوكي. ما ادري ليش وصلته صراحه غلط, المفروض ما وصله, لكن يهمك توصل القرص اللي انت نسخت له النظام اللي هو sdb 1 اوكي. طيب راح اكتب الان الامر هذا عشان انك توصل اجزاء النظام المهمه, sudo mount ناقص ناقص bind div, وراح توصله على sdb 1 div انتر. بروسس هذه بي ار او سي بروسس, راح توصل على السيستم, راح توصل السيستم. خلصنا من النقطتين, راح تكتب sudo grub install boot directory يساوي وين موجود النظام, راح موجود على sdb 1 boot تمام. راح تكتب هنا div sdb, راح ثبت النظام على sdb, لا تغلط تحط رقم, اذا تحط رقم راح يشتغل. راح تثبت اللي هو جرب على اس تي بي, جرب اللي هو محمل الاقلاع, لانه الحين ما عندك محمل اقلاع على الهارد ديسك انتر. يا لالي يا لالي يا هي لالي يا خلص يا مدير. اذا قال لك نو ايرور تمام اوكي, نيو حلو, نو ايرور ريبورتد معناته كل شيء تمام. الان ايش راح تسوي؟ راح تكتب sudo change root sdb تمام على بن باش اوكي انتر. الان دخلت بالنظام هذاك, عشان اتاكد اكتب cat etc host name, يجيب لك الحين اسم النظام ذاك. حلو, اذا طلع لك سمبلس طلع لك واحد يختلف عن اسم النظام, قعجوب سمبلس بنتو اي شيء تمام. الان انا جاهز اني اسوي الامر التالي, ابديت جرب انتر. اوكي خلص.
اذا كان ابديت قرب الامر هذا غير موجود عندك راح تسوي الامر هذا قرب ميك كونفج ناقص او بعدين تكتب هنا بوت قرب قرب دوت سي اف جي تمام انتر خلاص الان الهاردسك الخارجي عندي قابل للاقلاع من التوزيعه اللي انا نسخته. طيب هذه هي الطريقه الاولى للنسخ. اما الطريقه الثانيه للنسخ او عمل كلون عن طريق الامر سي بي اوكي راح توصل نقطتين تنسخ واحده الى الثانيه نسخ عادي حبتين يعني اوكي. طيب انا عندي الاس دي اي 2 اوكي وصلته وين وصلته هنا على اس دي اي 2 ماشي يعني هنا احنا كتبت الاس اس دي اي 2 راح احصل ملفات موجوده الملفات هذه راح تنسخ نسخ عادي من مكان الى مكان ثاني اوكي راح اسوي مجلد جديد مثلا اسمه المجلد هذا ميك داير باك اب ماشي سوينا مجلد هذا ايش راح تسوي راح تكتب سي بي ناقص اي في طبعا اي في علشان يعطيك الارشيف ويعطيك اللي هي وش قاعد يصير اوكي وش تنسخ راح تنسخ هذا اللي هو اس دي اي 2 نجمه علشان ينسخ كل اللي موجود داخل هذا الى باك اب اوكي انتر راح تنتظر لين يخلص هذا اوكي طيب اذا خلص راح يصير طبعا مخلص العمليه هذه اذا خلص راح تحصل ملفات موجوده عندك هنا طبعا انا انشاته بالهوم عندي راح تحصل هنا بالباك اب في مجلدات كثيره ممكن النظام يكون كبير جدا ايش راح تسوي اضغط هذا الملف كملف مضغوط انا ضغطته هنا عندي طبعا ممكن تضغط اكس زد او ممكن تار اللي تبي اضغط عليه بزر اليمين بس هو كومبرس ضغط اوكي لما تضغطه راح يعطيك اللي هو مجلد زي هذا هذا المجلد المضغوط حطه بكمبيوتر وانسخ من الكمبيوتر هذا عن طريق الشبكه وعن طريق اي شيء على الكمبيوترات الثانيه بشرط انه يتم نسخه على نظام ملفات EXT4 اوكي بعد ما انك تنسخه كل الاقراص اللي موجود عندك بالكمبيوتر عندك مثلا 20 كمبيوتر وعندك كمبيوتر واحد سيرفر مثلا نسخت هذا الملف اوكي وفكيت ضغطه بالكمبيوترات الثانيه هذيك الان ايش راح تسوي راح تجيب لايف سي دي وتطبق العمليه هذه الاخيره اللي سويناها راحت انا خفت راحت اوكي راحت راح تطبق الامر الاوامر هذه احنا سوينا قبل شوي اللي هي سودو ماونت بند تمام والى اخره اللي سوينا قبل شوي ارجع بالفيديو قبل شوي عشان تشوف ايش احنا سوينا توصله ثم انك تثبت اللي هو القرب على كل كمبيوتر والان شغل الكمبيوتر راح تحصل نسخه موجوده من كل الاشياء اللي انت سويتها بالنظام هذا على ال 20 كمبيوتر اللي عندك او ال 30 او ال 100 كمبيوتر كله راح تشتغل نفس الفكره قبل ما انك تنسخ تاكد انك تعمل التالي تحذف اي شيء ما له داعي اذا عندك اشياء ما تبي تحذفه احذفه تمام او صح ما تبي تستخدم احذفه اذا عندك مثلا تخصيص معين حاب تنقله للجميع مثلا يكون عندك لغه عربيه على كل الاجهزه كيبورد عربي على كل الاجهزه برامج معين على كل الاجهزه ثبته وجهزه قبل ما انك تسوي الشغلات هذه اي افضل سي بي او دي دي كل واحد له ميزات الدي دي ميزته انه ممكن يسوي لك نسخه على طول على هاردسك خارجي لكن انه عيبه انه ما تقدر انك تاخذ الدي دي هذا توديه الى مكان بعيد لكن السي بي احسن انك تقدر تسوي ملف مضغوط منه وتحطه باي مكان ثاني انتهى درس اليوم يا رب اكون قدرت اني اوصل لكم الفكره اي اسئله استفسارات يا ليت تسالون في منتدى الدعم موجود تحت هذا بالتوفيق ان شاء الله مع السلامه